بهذا الهتاف بدأ المتظاهرون في محافظة المنيا بصعيد مصر مسيرتهم الاحتجاجية عقب صلاة الجمعة في مستهل أسبوع أطلق عليه اسم العسكر يسحق الفقراء. هتافات وشعارات جديدة جاءت تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي طالب برفع شعارات تمس الواقع، وذلك لحث شرائح جديدة على الانضمام إلى الحراك الشعبي في الشارع، وهي الدعوة التي عبر عنها الشارع السكندري بطريقته الخاصة من خلال سلسلة مسيرات جابت مناطق مختلفة من المحافظة ولاقت أفكارها ترحيباً شعبياً، لا سيما وأن بعضها استند إلى الدعابة في انتقاده لموجة الغلاء. أما في مسيرة المطرية شرقي القاهرة فالهتافات لا تحتاج إلى تعليق، هذا فضلاً عن الشعارات التي رفعت في المسيرة التي شهدت حضوراً مكثفاً وقوبلت في نهايتها بعنف من قبل قوات الشرطة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. هنا قرية الميمون بمحافظة بني سويف والتي اقتحمت من قبل قوات الشرطة مطلع الأسبوع الجاري، ورغم ذلك خرج أهلها منددين بسياسات الحكومة الاقتصادية. مش عارفين نعيش، نور عينينا للجماعة الحرامية اللي زي. في الفيوم كذلك أعرب المشاركون في المظاهرات عن قلقهم الشديد إزاء ما اعتبروه استهدافا حكوميا للفقراء. الأسعار غالية، مفيش بنزين، مفيش صورة، كل حاجة غالية، السيس غالي عشان أقلب البلد، السيس غالي الفساد. هتافات وشعارات جديدة بدأ رافضو الانقلاب يرفعون بها صوتهم، لكن يبقى المطلب الرئيس المتمثل في إسقاط ما يسمونه بحكم العسكر هو الغالب والسائد في كل الفعاليات بأنحاء الجمهورية.